مباراه الاسماعيلي، واستمر هناك المعسكر لاستمرار التدريبات واستقبال طبعا او الاستعداد لمباراه نادي الاتحاد. يعني ان شاء الله باذن الله زي ما بقول لحضراتكم الفريق محتاج 5 نقاط للتتويج رسميا بالدوري. طبعا كان مباراه الاسماعيلي يمكن كان يوم الاربعاء خاضها، وزي ما بقول لحضراتكم في اقل من 3 ايام، يعني عدى يومين الخميس والجمعه، وعنده مباراه كمان مهمه جدا بكره. الاستعدادات زي ما حضراتكم شايفين ما بيكونش استعدادات كثيره، يعني كلها عمليه ريكفري بشكل كبير. طبعا الجهاز الفني مش عايز يدخل اللعيبه كمان في نوع من انواع الارهاق، فكل التدريبات يعني زي ما بقول لحضراتكم مش هتزيد عن الساعه، يعني كلها احماءات، كلها بيعمل يعني بعض التدريبات في الاحماء، ممكن يكون في بعض التكتيك اللي هيشتغل عليه كولر بكره مع اللعيبه، في كور ثابته، في بعض المهام الجديده لبعض اللاعبين اللي هيشاركوا في هذه المباراه، كلها عمليات استعداد على المستوى البدني، على المستوى النفسي، وعلى المستوى التكتيكي لمباراه مهمه جدا ان شاء الله بكره. كل التوفيق لفرقتنا. وزي ما حضراتكم شايفين يعني هو المعسكر استمر هناك في اسكندريه في برج العرب، وان شاء الله بكره زي ما بقول لحضراتكم المباراه هتقام في الساعة 7 بإذن الله في استاد برج العرب أمام نادي الاتحاد. كل اللعيبة بخير، كل اللعيبة يعني عندها الدوافع وعندها الطموح إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم لحسم بطولة الدوري. حسم بطولة الدوري هتوقف على طبعا إن شاء الله قدامنا 5 نقاط، ولكن محتاجين مجهود، محتاجين تركيز. عندنا مباراة اللي جاية أمام نادي الاتحاد، والمباراة اللي بعديها أمام نادي الزمالك، لكن بناخد المباراة يعني بناخدها خطوه خطوه ان شاء الله. فوز امام نادي الاتحاد، وهيكون طبعا في حديث خاص امام على مباراه نادي الزمالك. الحقيقه يعني كل اللعيبه زي ما بقول لحضراتكم نتيجه الروتيشن الرائع اللي بيعمله مارسيل كولر مع الجهاز الطبي، مع الجهاز الفني، مع طبعا يعني مدربي الاحمال اللي موجودين واللياقه في النادي الاهلي. الحقيقه كله واصل ليفل عالي جدا جدا، ومصطفى شوبير كمان موجود، واللعيبه موجوده، وكل بيستعد ان شاء الله لهذه المباراه. وبقول لحضراتكم المباراه صعبه بكل امانه، المباراه مش سهله. نادي الاتحاد كمان يعني لو كان بيمر ببعض الازمات الفنيه في الفتره اللي فاتت، لكن امام النادي الاهلي واي فرقه بتلعب النادي الاهلي هتلاقي الاستعداد كبير جدا جدا، هتلاقي الروح عاليه جدا، هتلاقي الطموح كبير جدا جدا، ويعني لكن ولادنا قادرين الحقيقه. وزي ما بقول لحضراتكم يعني على المستوى البدني كله بيستعد، وكله يعني شادد حيله باذن الله ان شاء الله. والروح الحلوه الموجوده في المعسكر الحقيقه، الحاله المعنويه بتفرق جدا مع لعيب الكوره، يعني الحاله المعنويه والنفسيه ليها جزء كبير جدا جدا من شغل مارسيل كولر. كولر ما بيشتغلش فني بس، بيشتغل على مستوى كمان على المستوى الروح المعنويه العاليه. كابتن سيد طبعا عبد الحفيظ يعني حدث ولا حرج من كل الامور الاداريه اللي بيوفرها للعيبه، وبيحاول بقدر الامكان ان احنا نقفل على نفسنا كده بلغه النادي الاهلي وبلغه الكوره، ان احنا نقفل على نفسنا في اي حاجه ممكن تزعجنا. بيشارك بروح حلوه مع طبعا مع علي معلول، وزي ما بقول لك الروح الجماليه دي الموجوده يعني هي دي سمه النادي الاهلي، وبتكون دافع كبير جدا. يعني لما بنشوف لعيبتنا يعني بتهزر وبتضحك، لكن زي ما بقول لك ده جزء كبير جدا من الاستعداد النفسي. مفيش شك انك لازم تكون مركز، اوقات لازم تكون مركز 100%، ولكن في اوقات على مستوى كل الفرق، يعني انا عشت في اوروبا 15 سنه، هتلاقي لما تكون الحاله المعنويه والنفسيه بتبقى مرتفعه للعيب وللفرقه، ده ينعكس اكيد بالايجاب على الملعب مفيش شك. لكن لحظة الجد جد، لحظة التركيز تركيز، والكل بيشتغل وكل بالظبط عارف دوره ايه بالظبط في منظومة النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم شايفين اهو يعني كولر كمان بيوطي على مين ده، قفشة تقريبا، بيوطي على قفشة اهوت، وفي لقطة ظريفة جدا زي ما بقول لحضراتكم، زي يعني هو مارسيل كولر حازم جدا وجد جدا، ولكن في اوقات هو عارف الاوقات دي امتى، وعارف امتى يكلم اللعيب بهدوء، وعارف امتى يهزر مع اللعيب، وعارف امتى يشد مع اللعيب، ودي خبرات مدير فني كبير، وعارف ازاي يكون في الدريسنج روم بتاعتنا كله في تناغم كبير جدا جدا. نتعامل مع عدد كبير زي ما حضراتكم شايفين، عدد كبير من اللعيبه، عدد كبير من النجوم، لكن ان ازاي تعمل الروح ديت، وازاي تعمل الكنترول ده، وازاي يكون عندك شخصيه مدرب كبير
يقدر في الاوقات الصعبه يتصرف مع اللاعبين بحزم، ووقت الهزار ووقت الجد ووقت الاحتفالات بنشوف مارسيل كولر في اوضه اللبس بعد الفوز بالبطولات بيندمج مع اللعيبه وبيرقص ويغني معاهم، لكن في اللحظات الحاسمه اللحظات الجد جدا بنلاقيه كمان شخصيه مختلفه تماما. الحقيقه